من كام شهر مات الأب كلاي في أفغانستان، خبر موته زعل ناس كتير جدا، من ضمنهم أليكس بنته واللي عايشة مع مامتها. الاتنين عايشين حياة فقيرة جدا، والشيء الوحيد اللي بيملكوه مزرعة عليها ديون، المزرعة اللي فيها شوية حيوانات وهم بيأكلوا من خيرهم. الأم وبنتها فعلا لسه بيعانوا من غياب كلاي، والشيء الوحيد اللي بيصبرهم هي كلماته اللي بيفتكروها كل شوية. والحقيقة إن مش هم بس اللي بيعانوا من غيابه، كمان الكلبة بتاعته داكوتا، الكلب العسكري اللي دخل في اكتئاب بعد موت رفيقه. ومش دوله بس اللي بيعانوا، كمان صديقه سي جي واللي من يوم وفاته مش قادر يتجاوز ازمته واحساسه الدائم بان هو السبب. سي جي قدر ياخد موافقه انه يحول الكلب العسكري لحيوان اليف، رغم ان ده ممنوع قانونا، لكن تكريما لصاحبه وافقت الاداره العسكريه. في الوقت ده المزرعه في خطر حقيقي، اليكس الطفله بتحاول تلاقي حلول مع جدها الغني، الجد اللي هو كمان في معاناه من يوم وفاه ابنه، والعيله كلها مش عارفه ان في مؤامره عليهم علشان ياخدوا منهم المزرعة. الشرطي جاك بيعمل كل حاجة علشان يضغط على الأم ويخليها تنهار من الديون، وبكده تضعف وتوافق على البيع. أخوه مايك غيره خالص، شايف إن الأم وبنتها ناس صالحين، طلب من أخوه يبعد عنهم ويسيبهم في حالهم. كايت مش ممكن أبدا ترضى على البيع، لأن المزرعة دي هدية جوازهم، الهدية اللي اداها لهم أبو جوزها، وكانت متأكدة إن المزرعة دي حلم جوزها قبل ما يموت، عشان كده قررت ما تستسلمش وبتكمل اللي هم بدأوه، بقت تعمل كل اللي كان جوزها بيعمله. كمان استلمت شغله في البلد وبقت هي المسؤولة عن مركز الحرائق. وصل سي جي على البلد وكان الكلب داكوتا معاه. اتفاجئت كيت ان هم سمحوا الكلب عسكري يكون موجود في بيت، كانت عارفة ومتأكدة ان ده غير قانوني. صديق جوزها قال لها ان دي حالة استثنائية، كانت سعيدة جدا بالكلب واللي كانت بتشوف صوره مع جوزها. أليكس عكس مامتها، اول ما شافت الكلب ما كانتش مبسوطة خالص، اول حاجة قالتها ان احنا ما نقدرش نتحمل اكل كلب. في الوقت ده الكلب جري لغايه ما وصل لمقبره كلاي، المقبره اللي عرف مكانها من غير حتى ما حد يوديه. الكل كان متاثر جدا الا اليكس، رفض وجود الكلب وقالت لهم بمنتهى العصبيه انها مش عايزه كلاب، قالت لهم كمان هي مش عايزه غير باباها. الكلب كان بيحاول يتقرب من البنت وهي بدات تستجيب ليه، وبالليل الكلب كان عامل زي الانسان، بيجيله كوابيس مخيفه وبيقوم مفزوع من النوم، بيحلم باليوم اللي مات فيه صديقه. الصبح اخذته اليكس وعرفته على جدها، وكان الاب سعيد جدا انه شاف كلب ابنه، وكمان اخدته على البلد، وفي الوقت اللي هي طفله فقيره استمتعها بالحياه بشكل بسيط جدا. كان موجود ابن الضابط مايك واللي كان في ايده اغلى جهاز بيلعب بيه، كان بيبص لها ومستغرب انها حتى ما عندهاش تليفون، لكن باباه كان شايف ان هي احسن، قال له ان بالشكل ده تقدروا تكونوا صداقات حقيقيه. وهي في جوله مع الكلب في المزرعه، الكلب اللي اخد حجره من الارض مسكها ببقه واداها لاليكس، البنت اخدتها منه لكن كانت شايفاها مجرد حجر عادي وما كانتش عارفه ان السر في انقاذهم في الحجر ده. الكلب اللي لسه بيجيله كوابيس ولما صحي لقى حرامي جوه البيت، طبعا طرده لغايه ما قدر يخرجه. جاك هيعمل كل حاجه علشان يخرب حياه كايت، عايزها تضعف وترضى تبيع المزرعه. الام فعلا بتعمل مجهود كل يوم غير طبيعي علشان تربي بنتها. سي جي بعد ما شاف الجهد اللي هي بتعمله كان متضايق عشانها جدا واحساسه بالذنب زاد، قال لها انه عنده سر لازم يقوله لها، لكن ملحقش يكمل كلامه لما جالها تليفون، كانت رساله بوجود حريق جوه البلد، راح معاها وساعدها وقدروا ينهوا على حريق هما الاتنين. لكن الليلة دي الكلب اتخطف، والبنت كانت متأكدة ان هو هرب لما مقدرش يعيش من غير باباها. سي جي اعترف لكايت بسره، قال لها ان جوزها هو اللي مفروض كان يكون موجود دلوقتي معاهم مش هو، قال لها كمان وهما في الحرب في افغانستان اتعرضوا لهجوم والاتنين كانوا مصابين، لكن الكلب كان جنب صديقه. صديقه كلاي في الوقت ده طلب من الكلب انه يسحب سي جي، الكلب العسكري اللي كان بيطيع الاوامر بشكل مثالي ساب صديقه رغم انه كان مش عايز. وفي الوقت اللي الكلب بينقذ سي جي انفجرت قنبله في كلاي، قال لها علشان كده كان المفروض هو اللي يكون موجود وانا اللي اكون ميت. عينيها كانت مليانه دموع، قالت له ان ده كان اختيار جوزي وانا طول عمري بحترم اختياراته. اليكس وهي بتدور على الكلب جالها ايثان، قال لها ان عمه هو اللي خطف الكلب وساعدها علشان تهربه، وفعلا البنت قدرت بشجاعتها تاخد الكلب وتهربه. ولما رجعت بالكلب على المزرعه لقت سي جي بيجهز نفسه علشان يسافر، ودع العيله لكن كان مطمن عليهم عشان سايب معاهم داكوتا. في الوقت ده سأل مايك أخوه عن سر تمسكه بالمزرعة، الأخ اللي اعترف ليه إن الأرض دي مليانة ألماس خام، قال له إن كايد وبنتها ما يستحقوش الأرض دي لأنها ملك أجدادنا من زمان وهم أخدوها على الجاهز. جاك قال لكايد إن البنك هيحجز على المزرعة وهيروح منك كل حاجة بسبب الديون، قال لها كمان إن الحل الوحيد إن أنت توافي على البيع. الأم عيطت بعد ما ضعفت، قالت لبنتها فعلا أنا عملت كل حاجة علشان أحافظ على حلمي وحلم باباكي، لكن في الآخر إيه اللي حصل؟ فشلت. قالت لها كمان لو ما بعتش المزرعة هياخدوها مننا بأقل سعر.
البنت زعلت جدا، قالت لمامتها ان المزرعه دي مش حلمك انت وبابايا بس، ده كان حلمي انا كمان. طلبت من مامتها ما تضعفش لان هم ما ربوهاش انها تكون ضعيفه، وعمرها ما شافتهم يستسلموا ابدا. البنت هربت من البيت هي والكلب بعد ما لقت رساله من باباها. الام اكتشفت غياب بنتها، دورت عليها هي والجد، وطبعا كانوا بيتهموا جاك بخطفها. جالهم جاك على البيت ومسك العقد وطلب من كيد انها تمضي عليه، قال لها امضي ومشاكلك كلها هتنتهي. في الوقت ده دخل سي جي وطلب منها ما تمضيش، قال لها نبيع المزرعه عمره ما هيكون حل لمشاكلك. اليكس وصلت رساله باباها فعلا عن طريق الخريطه اللي كان راسمها، الرساله اللي كان حاططها في حاله موته، كان عارف ومتاكد ان بنته ذكيه جدا وهتقدر توصل لها. لما فتحت الرساله قرت كلمات باباها، قال لها ان الكنز الحقيقي جواكي انت، لكن بالنسبه ليا انا ومامتك انت كنزنا في الدنيا. في الوقت ده جاك قرر يحرق المزرعه علشان ينهي على كيت خالص، لكن نسي ان كيت هي المسؤوله عن مركز الحريق. وصلت على مزرعتها وقدرت توقف الحريق في الوقت المناسب. في الوقت ده حاول يهرب جاك وداكوته مسكه، رجعه على المزرعه وكان الغل جواه وخلاص حس ان هو اتكشف، حاول يحرق المزرعه من جديد. داكوتا الكلب العسكري حفر حفره صغيره عشان يمنع الحريق من الوصول للسولار، وبكده منع الحريق فعلا يوصل للمزرعه. مايك قبض على اخوه، ومش كده وبس، كمان ادى الحجر لكايت، عرفهم ان ارضهم مليانه كنوز، الكنز اللي هيغير حياتهم ويخليهم يحافظوا على المزرعه. اجتمعت العيله ومش مصدقين ان المزرعه الفقيره المديونه هي طوق النجاه ليهم. الام سنين بتحارب مع جوزها وبعد موته وحيده بتربي وتشتغل، وفي الاخر ربنا ادالها هديه علشان تقدر تكمل، الهديه اللي كانت مكافاه ليها ولعيلتها على صبرها. عشتي ايام صعبه مليانه حزن ووحده، قلبك انكسر من الحسره، عيونك تتمنى تعيط كل دقيقه، ضغط من الناس ومن الحياة، الدنيا كلها بوسعها بقت ضيقة بتخنقك، فاكرة ان ده بيحصل لك علشان انت ضعيفة ومرهقة، بس ده بيحصل فعلا لكل ست بتقوم بدور الأب والأم مع بعض، حتى لو كان جوزها موجود. ده بيحصل علشان ربنا خلقك كائن حساس قلبه جميل بس مش ضعيف، خلقك بعيون بتشوف الجمال وبتزعل لما بتشوف القبح، خلقك بإيد ناعمة تلمس بحنية وبتزعل لما حد يلمسها بقسوة، خلقك برجلين بتمشي في الخير وتزعل لو حد حطها جوه الطين. ما تزعليش على الحياة القاسية اللي انت شفتيها، لان ربنا زي ما خلقك تشوفي القسوة خلقك كمان تتحمليها وتمشي عليها، خلقك عندك قوة تخليك تكملي بكرة وانت رافعة راسك وكأن مفيش حاجة امبارح حصلت، خلقك لو الدنيا اديتك 100 سبب علشان تقعي انت بتديها مليون سبب عشان تقفي من جديد، خلقك مش ضعيفة ولا مسكينة ولا مكسورة، خلقك ست يعني القوة ومعاها القلب الجميل.